باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.